آه يا مسهل، ازيك يا شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع ايس تيوب جيمنج. النهاردة هنلعب لعبة بلاك اوبس 3، هنلعب مالتي بلاير اونلاين. ما انا عارف طبعا اللعبة دي للكمبيوتر، ربنا يسهل يا رب الواحد يكسب بقى ويجلد العيال اللي لغاية دلوقتي مستوى متوسط والله، بس بحاول احسنه تعود صغير. الله تم، لا زميله موتني شباب، بحاول الحمد لله احسن فيه. هو من جيد اهو، هات بقى القنبلة هنا. ايوه كان في بلاوي سود انا عارف. ايوه انفجر بقى، انفجر يا بت، ما انفجرتش. واحد ما انت خلا انت يا عم انت ايه؟ لا المفك ده بتاعي وجايبه في وشي على فكره، اي خدمه. يلا يلا لذيذ تمام. اوه في واحد قاعد في الشباك، تعالى يا حبيب قلبي. كان بينشر غسيله شباب. ايوه جلده هو بينشر كده اهو، حلو. اخد نص جلده واخد القنبله اشبع بيها يا حب. اوه لا يابا، في ايه يابا؟ ولا فلشني ولا ايه؟ اوه جالي فلاش في عينيا يا شباب. كان حاطط سلك مواعين، قصدي حاطط سلك ما تفهمش، كان موصل وصلت تقدر سنايبر ولا هيل. كنت عايز اجيبه هيد شوت، ده يبقى شكله بايخ او باب المفك على دماغه وهو قاعد كده منتخ، تبقى وربي عسل. اي واحد كده القنبله واستخبى، حلو. ايه جلسة حد التيم معانا يا عم، خوفتني يا راجل. ايوه قال لي السلاح صح يا بطل. ايوه اطلع بقى فوق، هو في كذا واحد هنا، فين عارف كذا واحد جاي لي. انا عايز اجلد بس العيال اللي فوق هنا الاول. اوه وقع انهار، ما شافني انهار فعلا. هتيجي من هنا اكيد اكيد، في من كذا مكان خلي بالك. لا انت مش واخد بالك يا كابتن ولا ايه؟ اوه ده انا كده عرفتك مكان يا ولا. كله واقف كله واقف بالسنايبر جايك يا ولا، اللي قاعد بالسنايبر حاجه لحد عندك والله حاجه. ايوه تعالى حلو، ده المجال شباب. طبعا هتقول لي مش بتعمل لي النشان ده عشان عايز انجز حالي، اول ما اعمل النشان هتكون مت. لا قنبله حرام. المهم رميت قنبله اهي، تفريحي. نجري مره ثانيه، ده ناقصنا 100 نقطه، انت هتجيب لي النقطه كده. ايوه خلي بالك، لا 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 ده في واحد اهو. لا حرام حرام، وكنت هضرب في التمثال. اوه تعالوا، ده مات ولا ايه؟ مات ولا ايه؟ لا 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 ده في واحد ثاني، في اتنين سنايبر واقفين. طب انا استنى كده بختار السنايبر الجيم اللي بعدها، خلينا نجرب السنايبر كده. والله ده مش سنايبر، ده يعني رشاش على سنايبر مخلط كده والله. وفي برضه الهيفي ده بيعمل شغل عالي، انت تفضل ما انت في مكانك وتقعد تجلد في العيال. هو بيقولوا ران اجري. اوه ضربني، اخدت المفك يا شباب. وخلي بالك، حلو حلو حلو. اه شفته ضربه ضربه، بس لازم تنشن حلو يا حب. يخرب بيت البتاعه دي اللي بتكهرب، حلو. اطلع بقى حلو. ايه ده انا نزلت ولا ايه ده؟ انا طلعني فوق يا راجل. ايه ده انا طلعت ورب ما حسيت بحاجه، زي شكه الدبوس. نعم برضه المفك. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ السنايبر، انا عايز اعمل حاجه تانية غير السنايبر. اه عايز اجرب الهيفي يا شباب. طبعا هنجرب بس السنايبر دلوقتي. هو المكان ده في مكان تقعد فيه تنتخ وتركز يا بطل، هي العيال بتيجي من هنا وبتكون مستخبيه هنا اكتر اهو. شايفين السوسه؟ لازم بقى تركز بقى ايه عشان تجلد بقى العيال من هناك. ايه برضه انت ترمي المفك، يخرب بيتك انت، ايه منتشره في الجيم. طب لا هنجيب له بقى الهيفي، يلا جيب بقى الهيفي اللي بيجلد العيال من بعيد. ده بيجلد من بعيد بقى من زمن الابد. يلا ابو لذيذ، شوف البت لسه عارف هو ولا لا، يا رب تكون خلعت. ايوه حلو، خليكم قاعدين انتوا يا اخويا، اعمل بحث يلا. ايوه البت اللي جايه تاني اهو. ايوه حلو، تالت واحد شباب السنايبر ده ورب خرافه. ايوه العيال بتموت جثث بتترمى جثث. اوه لا لقطني ولا قال لك لا، انا نفس الحركه القرعه تاني، ببعت لك بال فيار يلا 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 حلو. العربيه ان شاء الله تجلد. يلا حلو حبي، يلا حبي. ايوه انفجر فيه كده، هو بينط نط معاه زي العصافير كده، حلو. كان في عصفورتين والله كنت مصورهم، بس للاسف جيم بعد لما صورت احلى جيم جاله ديسكونكت. اوعى بت من مفكت هنا ورب خلص عليك. بص السلاح ده وربي، بص استاذ. طبعا انا كنت المفروض ابص الناحيه الثانيه، التيم بتاعنا كله هناك، فاكيد وش يعني وما جينا من هنا. نطلع في مكاننا الاستراتيجي بتاعنا تمام، ركز بقى في مكانك هنا. فين عم السنايبر فين؟ كل ده ما جاتش فيك؟ كل الرش ده ما جاتش فيك واحده يا خاين؟ اه كان مستخبي في زاويه، انا جاي لك يا حب، جاي لك من فوق. ما اعتقدش، اعتقد هو خلع طلع يجري على طول، عارف وحش العرب طالع. حلو شفت اي خدمه، رب ضربه استراتيجيه. ركز بقى هنا، العيال بتكون مستخبيه هنا. لا املى سلاحك الاول، عمر يا حبي عمر تمام. يلا بقى ركز،
تمام ركز كده يا حبي. انت تاني وربي احسن حاجه بنفك خليه ينفعك. لا لا الولد كان قاعد مستنيني بالسنايبر، هجيب انا سنايبر. الولد قاعد ما انت اخ ومركز معايا حلو، لازم تجيبه. البنت شغاله بالمفك، شغاله جل تخصص مفكات هي. اوه سوس يا سوس، انا واقف جنب البتاع فانا مش شايفه والله، فكرت راس. طب انا ممكن اطلع له بالمفك والله، اعمل له احلى شغل. استنى بس الخطوه الثانيه بعد كده هطلع له بالمفك، اصبر عليا الاول. لا البت الفقيريه دي، البت الفقيريه دي اكيد. احذف يا عم القنبله عشان ما تطلعش، لعب المفك بتاعك بقى. او موتت نفسي شباب من كتر الخوف. يلا طبعا لسه مستوى متوسط فاعذروني شباب يا بارد. ورب انا اجي، انا جايلك بالسلاح هو الحل معاك، انا هجي لك لحد عندك والله، عامل معاك احلى شغل طالما انت قاعد زي النوب كده، انا جاي لك يا حب. يلا بقى بدل ما اقول لك يا بارد اقول لك يا غير شغل الاطفال ده، هرمي لك احلى قنبله على قفاك ان شاء الله. ايوه خد ابلع يا حب، ابلع خليك ما انت خيال، وانت يلا اخلع على بس كده. فين البت التخصص مفكات؟ ها تعال عشان اديك على قفاكي. خلعت عاملين المفك فوشيا، تعال انا بتاع بقى اهو ملونه اهو، فينها اهو. بص والله بتوعد لها، تعال اهو سامعين. اشوف وشك بس وديك احلى جلد والله حلو. يطلع بقى فوق، هحاول اطلع فوق بالمفك. اوه حظك وربنا وربنا، كنت طالع وناولها اهو المفك والله في ايديا اهو، انتوا فاهمين. وربنا نجيب حماس 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 حماس، وكسبنا احنا التيم يا شباب اخر واحد. حلو الله عليك يا حب والله، 100 100 تيم 100. المفروض اطلع انا طلعت الكام؟ اوه يعني قبل الاخير. حلو ابلعها 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 ابلعها، و46 والله وربي وحش. حلو 46 وقبل الاخير يا شباب، وموت 15 واحد وموت 16 مره، يعني رقم قياسي يا شباب. وكنت مساعد مره واحده بس، يعني كنت الباقي كله غدر بقى. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شغل لايك سبسكرايب واشترك معانا في القناه، بطل تكنولوجيا عليك بخصوص لعبه بلاك اوبس للكمبيوتر، عايزين احلى لايكات. واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج. يلا سلامات.